معاناة نازحي كفر مبودا في ريف حماة الشمالي مأساة تفوق الوصف. فهم بعد أن هجروا من مدينتهم بسبب القصف الشديد لجوا إلى ريف إدلب، فحفروا الكهوف في الأراضي الزراعية واتخذوها ملجأ من قر الشتاء ووحشية النظام، ونصبوا بجوارها خياما لا تغني ولا تسمن من البرد. لكن الشتاء هذا العام جاء مكشرا عن أنيابه، مما زاد في معاناتهم، ومما ضاعف هذه المعاناة الرطوبة الشديدة في هذه الكهوف، مما أدى إلى إتلاف الجهاز التنفسي وخاصة للأطفال. بدنا خيام بدنا شيء ندفي الأطفال. بلد ولا بار عند بنت كلها صح بطني وبطني. ليك هاي ليك. عانى كثير من أول الشتوية. بدنا خيام تقاوي برد الأطفال. تقاوينا أكتورة من المطر. يعني إيش العازل اللي بيعمل؟ ما بدنا خيام لأولادنا، قاعدين بهاد المغر والمغر عم ترطب، أولادنا مرضانين. بدنا دواء، بدنا خيام لهالولاد، والدنيا شتت علينا طاقت علينا المغر. وانطلاقا من قاعدة ليس بالإمكان أكثر مما كان، حاولوا تغطية كهوفهم بعوازل تقيهم من الرياح والأمطار، ولكن دون جدوى. اقتحمت الأمطار خيامهم وكهوفهم وأغرقتها، فباتوا يقفون على أطلالها يندبون حظهم السيء. والآن هم بحاجة ماسة إلى خيام خاصة تكون قادرة على حمايتهم من مخاض الشتاء، ويناشدون المجتمع الدولي بالتدخل، ولسان حالهم يقول: العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا، أو كما يقولون. الحمد لله رب العالمين. بدنا خيام، نتمنى يلبونا هالطلب، إنه بدنا خيام. نحن ما بنقدر الرعاة أطني، نحن عندنا زلنا هون مراطة ما بنقدر الرعاة أطني، عيال بدنا نضل ملتزمين معاهم. يعني بنتمنى يبعتونا خيمي بس تساع هالولاد، ما بدنا أكثر شيء بنتمنى إنه يصير لنا خيام. دخلنا بالشتاء، وضعنا هون صعب، اي منخفض بيجي قوي بجوز هاي الحيطان كلها توقع. يعني وضع عن جد مأساوي بكل المعاني. يعني ما في عالم، يعني ما بتصدق انه الشخص مثلا عم بيعاني حتى يعرفوا يسمعوا انه مات. هذيك الساعه بيصدقوا انه مثلا وضعه والله صعب. الله يكون معكم ان شاء الله رسالتك توصل. إذن هذا حال النازحين من سيء إلى أسوأ، وخصوصا بحلول فصل الشتاء وما يحمله من أمطار غزيرة ورياح عاتية وبرد قارس، وخيامهم أوهن من بيوت العنكبوت. كان معكم محمود الحمد من ريف إدلب لقناة العربية.